أما ابتعادي عن البرامج، الله يحفظك، أما ابتعادي عن البرامج الحوارية التي فيها ضيوف فهذا سأكشفه لأول مرة. أنا لا أقول شيئا شخصيا في البرامج عادة، لكنك كأخ وصديق سأتكلم لك ولجمهورك. أنا ابتعدت عن القنوات في البرامج الحوارية لأنني وجدت بعدا فكريا فارقا معرفيا بين هذا الإنسان البسيط وبين الضيوف، فكنت أسبب إحراجا لهم، وكنت بعد كل نهاية برنامج ومن يوصلوني إلى داري كانوا يعلمون من أصدقائي أني كنت أشعر بألم نفسي لأنني آذيت الآخرين وأحرجتهم، وأنا لا أريد إحراج الآخرين. السبب الثالث هو أنني في الآونة الأخيرة وجدت أن البرامج الحوارية، مع جل الاحترام لكل الاستوديوهات والبرامج والفضائيات، صارت كحلبة صراع بين الأشخاص، بين السباب والشتام والشتيمة وعدم إثبات الحقيقة.